مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من همزه وصل. هذا البرنامج اللي دائما ما نفتح فيه احد الموضوعات التي تهم المواطن، محليه عربيه عالميه. دائما موضوعاتنا تهمكم شخصيا، لذلك نتمنى منكم دائما التواصل لسماع ارائكم على مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركه في هذا البرنامج الذي يبنى دائما على مشاركتكم معنا في مواضيع. موضوع اليوم نحن نتحدث فيه عن احد اساسيات الحياه، السكن والغذاء والدواء، أحد أساسيات الحياة الكريمة في أي مجتمع وفي أي دولة. الدواء أحد أساسيات الحياة أيضا، وهو الجزء الثاني من منظومة العلاج بعد التشخيص والجراحة. ربما الدواء هو يعني عامل مهم وأساسي في الشفاء بإذن الله. نحن نعاني الآن من نقص بعض أنواع الأدوية بعد رفع أسعار الأدوية منذ عدة أشهر، ربما أكثر من 20%. ظهرت أزمة الدولار والمضاربة على الدولار، ظهرت أزمة استيراد الاحتياجات الأساسية من الخارج ومنها الدواء. فالدواء المصري هناك فعلا تصنيع محلي للدواء، ولكن الخامات الأساسية لتصنيع هذا الدواء تستورد أغلبها من الخارج. هناك أيضا أنواع من الأدوية ضرورية جدا لأمراض ربما تكون مستعصية، مثل أمراض القلب وأمراض السرطان وغيره من الأمراض، بالإضافة طبعا لألبان الأطفال. هذا الموضوع يهمكم، لذلك شاركونا. سؤال حلقة اليوم هو: كيف يمكن مواجهة مشكلة نواقص الأدوية بالصيدليات؟ بالطبع كما تعودناكم، تابعونا وتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، همزة وصل اي جي، فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وإنستغرام، وأيضا سكايب لمن أراد المداخلة عن طريق الفيديو. مشاهدينا الكرام، موضوع اليوم يهمكم، موضوع اليوم نتحدث فيه عن أحد الموضوعات التي نتمنى أن نسمع رأيكم فيها وربما بعض الاقتراحات، وسنتواصل معكم عن طريق كما نتواصل أيضا مع مجموعة من الخبراء. دعونا نخرج لهذا التقرير السريع ثم نبدأ بعد التواصل. لا تزال قضية نقص الأدوية تراوح مكانها في مصر، فها هي تطل علينا في مشهد جديد لا يختلف عن سابقه، فيعاني من جرائها المرضى وبخاصة المصابين بالأمراض الخطيرة والمزمنة كالأورام وأمراض القلب. وزير الصحة أكد أن مشكلة نقص الدواء مفتعلة لأنها حدثت في نفس يوم تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو أمر غير منطقي، وشدد على أنه لن يسمح بتعريض المواطن المصري للخطر ولا أن يتم استغلال تحرير سعر الصرف لتهديده. أما رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية فقد أكد أن أزمة نقص الأدوية عالمية وليست مصرية فقط، مشيرا إلى أن حدوث أزمة الإنسولين ونقص بعض الأدوية يرجع إلى تخوف الشركات العالمية من ارتفاع سعر العملة، كما أعلن أن هناك محاولات لحل أزمة نقص الأدوية قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة دون اللجوء إلى رفع الأسعار. وتعود أزمة الأدوية في مصر إلى 30 عاماً مضت، حين تحولت صناعة الأدوية من سلعة استراتيجية تهدف إلى اكتشاف بدائل للأدوية وأدوية جديدة لعلاج الأمراض المختلفة إلى استثمار هدفه الأساسي الربح بغض النظر عن مصلحة المرضى. ويرى المتخصصون في مجال صناعة الأدوية أن العديد من العوامل ساهمت في تفاقم أزمة نقص الأدوية، خاصة مع توقف خطوط إنتاج بعض الشركات نتيجة خسارتها جراء زيادة تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الذي حال دون استيراد المكونات الرئيسية لصنع الأدوية. تابعتم معي مشاهدينا الكرام هذا التقرير، كان فيه مجموعة من الأسباب لهذه القضية وأيضا تصريحات لوزير الصحة حول
أزمة مفتعلة كما يقول في نقص الإنسولين وغيره من الأدوية، ونحن نتواصل معكم لسماع آرائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي. لذلك سأنتقل سريعا إلى زميلتي حنان عاطف وموضوع سؤال حلقتنا اليوم على موقعنا على الفيسبوك وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. حنان، يعني تحياتي في البداية. بالطبع يعني موضوع الدواء موضوع مهم، وأعتقد أن لديك كثير من التعليقات حول هذا الموضوع. بالفعل تحياتي لك حسام ومشاهدينا الكرام. كما ذكر زميلي حسام، ويبدو بعض الشيء أن بعض المقترحات اللي ذكرت في التقرير حول ربما مواجهة نقص الأدوية في السوق قد ألقت بظلالها هنا على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نقرأ بعض التعليقات على حضراتكم. أبدأ مع أبو علي نصر علي خليفة، بيقول لنا: يمكن مواجهة مشاكل نقص الأدوية بالصيدليات بتشجيع الإنتاج لشركات تصنيع الأدوية، وكمان عمل خطوط إنتاج جديدة للأدوية اللي بنستوردها من الخارج، وتقوم الدولة بتوفير كافة المواد المستخدمة لصناعة الأدوية والبحث عن بدائل للمواد، وكمان لازم تحارب من يحتكر الأدوية وتغلظ العقوبات على محتكري ومهربي الأدوية، لأن في ناس بيقوموا بتهريب الأدوية لخلق أزمة في البلد، وهدفهم التشكيك في قدرة الدولة على توفير السلع. ولكن مصر بخير والحمد لله، لكن يجب على الدولة التخطيط الجيد علشان توفر اللي بنحتاجه من أدوية، وكمان يكون في خطة ورؤية بعيدة المدى علشان نصل لأن نكون دولة مصدرة للأدوية، لأن بصراحة مش بنشوف زي زمان وجود الأدوية المصرية في الخارج، فكلنا أمل أن نرى صناعة بلدنا في كل دول العالم. حفظ الله مصر، وتحياتي لأسرة البرنامج. تحياتنا لك أستاذ أبو علي نصر علي خليفة. نروح عادل أبو شنب صديقنا في همزة وصل، بيقول لنا: يمكن مواجهة مشكلة نواقص الأدوية بالصيدليات بمحاربة السوق السوداء وضبط السوق وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة من الأدوية، وكمان نشجع إنتاج بدائل للأدوية المستوردة وإيجاد آليات جديدة لتنظيم استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، والمساندة المعنوية لشركات إنتاج واستيراد الأدوية علشان نساعدها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية، خاصة في ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة إنها تتعامل مع الشركات المصرية بنظام السداد الآجل. ده راجع للاضطرابات الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر حاليا، كذلك نشر التوعية بين المواطنين بخصوص موضوع الدواء البديل، علشان في قصور واضح جدا في تعريف المريض المصري بأن الدواء البديل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلي من حيث التركيب والمفعول، ولكن الاختلاف بس بيكون في الشركة المنتجة والمسمى، مما يخفف الضغط على أدوية بعينها مما يؤدي لنقصها رغم وجود عدد من البدائل ليها، وكذلك إلزام الأطباء بكتابة عبارة يسمح بصرف أي اسم تجاري يطابق الأدوية المكتوبة في الشكل الدوائي وكمان التركيب في الروشتات. حفظ الله مصر، وتحياتي لأسرة البرنامج. تحياتنا لك أستاذ عادل. نروح لتعليق تاني جالنا من مشارك معانا أستاذ إبراهيم شريف، بيقول في تعليقه: مفيش نقص أدوية بالصيدليات حسب ما قال نقيب الصيدلة، ولكن في جشع من أصحاب الصيدليات واللي بمجرد معرفة ارتفاع سعر الدولار قاموا بتخزين الأدوية في مخازن خاصة بيهم انتظارا لرفع السعر، لأنها بيعتبروها تجارة وليست مهنة إنسانية. ولكن أحذر من أن معظم هذه الأدوية وخاصة الأمصال وأدوية السكر إذا لم تحفظ في الثلاجات هتتلف وهيضار منها المريض إذا استخدمها. لابد من تجديد الرقابة على مخازن الصيدليات وكمان مخازن الأدوية علشان يتم إعدام كل الأدوية الفاسدة وإخراج الصالح منها فقط للبيع للجمهور. يعني مشاهدينا، زي ما تابعنا بعض التعليقات، كانت هناك مقترحات من قبل المشاركين. خلينا نروح لزميلي حسام وبعض الاتصالات مع عدد من المختصين. إليك. بشكرك حنان، وبالطبع موضوعنا مهم، ونتمنى منكم المواصلة في التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاركتكم دائما ما يبنى عليها هذا البرنامج. دعوني أنتقل إلى فقرة الاتصالات الهاتفية. سنتصل بمجموعة من الخبراء ليوضحوا لنا صورة هذه سؤال الحلقة ومشكلتنا، ونحاول معهم
أن نحاول الحل. معي دكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، ودكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة الصيادلة. أبدأ بدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء. دكتور أحمد تحياتي. تحياتي، أهلا بك يا فندم. دكتور أحمد، نحن نتحدث عن سلعة استراتيجية وهي الدواء، نواقص في السوق، أمراض مهمة أبسطها الأنسولين. يعني أين هي المشكلة في وجهة نظرك؟ المشكلة حضرتك بدأت من عدم انتظام توفر الدولار قبل التعويض. تمام. أصبح حضرتك عارف إن الدواء سلعة مسعرة بشكل جبري، وبالتالي المستورد أو المنتج لا يستطيع إن هو يتعامل مع السوق المواجي أو التكلفة العالية للدولار قبل التعويض. تمام. فدي بدأ يحصل نوع من عدم الانتظام في وصول الخامات أو وصول الأدوية. نتج عنها بعض النواقص. طيب يعني دكتور، يعني المفروض ان يعني في كل البنوك معروف ان الاعتمادات المالية للسلع الاستراتيجية واساسها الدواء ومن اساسياتها الدواء مفتوحة دايما، حتى في فترة كان لما كان في تسعير جبري للدولار. بعد وحسب ده تصريحات وزير الصحة، قال ان الازمة بدأت بعد تحرير سعر الدولار. فيعني اكيد ان الازمه مستمره من ايام ما كان الدولار ب 8 جنيه 80 قرش او 88 قرش. لا، هأكد مره ثانيه ان الازمه بدات قبل تعويم الدولار. قبل تعويم الجنيه، لان كان في حصيله البنك المركزي او المبالغ اللي بيوفرها لقطاع الدواء كانت غير كافيه. تمام. فبدات عدم الاستقرار، مش هقول ازمه، هقول عدم استقرار. عدم استقرار، تمام. عدم استقرار. بعد كده استجدت موضوع عمل التعويم الجنيه، وما نتجوا عنه زياده التكلفه بسرعة مسعره تسعير جبري. اصبح التكلفه النهارده في بعض الادويه تفوق سعر الجمهور بكثير. تمام. فده خلى بعض الشركات مش قادره تستورد الخامات، مش قادره تستورد المنتج النهائي لو هو استيراد منتج نهائي. في مشكله احنا دلوقتي بدينا نتناقش مع المسؤولين وبنحاول نحلها في اسرع وقت. طيب أرجوك يبقى معي دكتور أحمد، وأنتقل للدكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة الصيادلة. دكتور جورج تحياتي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أحمد. دكتور جورج، احنا بنتكلم دلوقتي زي ما قلنا على سلعة استراتيجية. الدكتور أحمد بيقول إن الدواء مسعر تسعير جبري، بعض الأدوية تكلفتها عدت قيمة البيع أصلا للجمهور، وإحنا بنتكلم لو اتكلمنا بقى عن صناعة الدواء المصرية، كيف يعني أين مشكلة توفير الدواء المصري ربما اللي يكون بديل ومكافئ لبعض الأدوية المستوردة؟ طيب الأول مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للدكتور أحمد. أهلا بحضرتك. أولا في فرق كبير فيما تتمناه نقابة الصيادلة وما يحدث على أرض الواقع. تمام. تمام. إحنا نتمنى تماما أن المريض يكون الدواء متوفر له آمن وفعال وبسعر مناسب جدا. تمام. لكن طبعا الاحوال الاقتصاديه وتحرير سعر العمله والتقلب امام الجنيه امام الدولار خلق مشكله احنا قلناها كتير كالفضل في مصر، وقلنا المشكله دي جايه جايه. اولا حضرتك، مشكله نقص الادويه دي ليست المشكله، هي اعراض لمشاكل كتيره داخل منظومه صناعه الدواء. تمام. تمام. دي مشكله بتقابل المريض، بيروح الصيدليه بيدور على المنتج اللي هو عايزه وما بيلاقوش. احنا عندنا حضرتك انواع الادويه اللي موجوده في السوق المصري نوعين دواء، نوع يتم استيراده من الخارج كامل التصنيع. تمام. ونوع يقوم بتصنيعه او بنسميه المحلي اللي يقوم تصنيعه في المصانع داخل جمهوريه مصر العربيه، واصلا خامات هذا المحلي مستورده اصلا من الخارج. 95% من الخامات مستورده، يعني احنا هنقدر نقول ان الاثنين تقريبا بيتم استيراده من الخارج. تمام. تمام. المشكله في المستورد حضرتك ان في بعض الادويه ليس لها بدائل في مصر خالص، زي الادويه اللي هي مشتقات الدم، ادويه الانتي ار اتش، ادويه الهيموفيليا اللي هو فاكتور 8 و9، بعض ادويه الكانسر، ودي احنا بنسميها لايف سيفنج، يعني دي ملهاش بديل خالص في مصر ولا مثيل، ودي منقذه للحياه زي ما قلت. لايف سيفنج يعني منقذه للحياه. بالظبط. فهو حضرتك لو لم يتم استيرادها وتحريك سعرها، لان طبعا سعر صرف الدولار امام الجنيه تضاعف. كان زمان حضرتك الشركات بتاخد الدولار من البنك المركزي بسعره المتوسط من 8 ل 9 جنيه. تمام. وحاليا الرسمي في البنك المركزي 17 جنيه او 16 جنيه. لا، النهارده 15 جنيه ونص.
15 جنيه مفيش مشكله 14 جنيه برضه في فرق كبير يوصل لحوالي 80-90%. صحيح. ده تاثيره مباشر على الدواء المستورد. تمام تمام. فلازم وزير الصحه ينظر بصوره سريعه جدا في هذه الادويه. تمام. الجزء الثاني المحلي في زي ما حضرتك قلت احنا عندنا حاجه اسمها المثيل وليس البديل. تمام. المثيل اللي هو نفس المنتج الاجنبي بيتم ترخيص 12 مثيل بنفس الماده الفعاله ويخضع تماما لجميع التجارب الحيويه اللي بتقوم على اللي بيتم اجراءها على المنتج الاجنبي. تمام تمام. وعندنا لجنه التسعيره دايما فيها سيستم ان كل منتج يجي يبقى ارخص من اللي قبله ب 10%. يعني لو اولاني المستورد ب 10 جنيه المحل الاول ب 9 اللي بعديها هيبقى ب 8.5 اللي بعديها هيبقى ب 7 جنيه كذلك. طيب سؤال بس برضه عشان الناس تفهم يعني كلامك ده نسبه التركيز بتفرق ولا هي نفس نسبه التركيز؟ احنا حضرتك اي منتج عشان يتم تسجيله في مصر بيجيب الشركه دي بتجيب المنتج الاجنبي او الاصلي وبيتم عمل بايو اكويفالنت دراسات حيويه. تمام. على هذا المنتج يتوافق تماما. غير كده لا يسجل. تمام. واخد بال حضرتك؟ فاحنا في كل دول العالم يا فندم الطبيب لما بيكتب الروشته بيكتبها دايما باسم الماده الفعاله. صحيح. ان هو اي حد راح بره لازم هيعرف انه بياخد الروشته مش بالضبط. باسم تجاري للدواء بالعكس هو بياخد اسم ماده فعاله بيروح يصرفها بيتصرف له كذا نوع من الدواء. بالضبط. هو حضرتك انا دلوقتي جالي بالماده الفعاله قلت له حضرتك المنتج ده فيه منه ب 100 جنيه. تمام. هو ليه الحريه هو راجل قادر يشيل المنتج ابو 100 جنيه. هو راجل ظروف. طيب احنا بس هنخلي موضوع ثقه المواطن في الموضوع ده هنتكلم عليها بعدين. خليني ارجع بقى. تمام. مع الاطباء دعموا ده احنا عندنا ازمه. مش احنا دايما بنقول كان في دايما زمان يقول اشتري المنتج المصري دعم المنتج المصري. لازم احنا نعمل كده لازم نفهم. تمام. طيب اسمح لي ارجع لدكتور احمد برضو مره تانية. دكتور احمد العزب رئيس غرفه صناعه الدواء. دكتور احمد طبعا انت سمعت تعليق دكتور جورج. فكره دعم المنتج المصري فكره ان يعني اذا كنا فعلا عندنا ادويه لايف سيفنج زي ما قال دكتور جورج لازم تكون موجوده لان ملهاش بديل مصري. هل هنا في مثلا اقتراحات ان الحكومه تتحمل فرق السعر؟ يعني ما هي مقترحات غرفه الدواء يعني لانقاذ حياه الناس في مثل هذه الانواع والانواع الثانيه اللي فيها مشاكل في التسعيره وغيره؟ طبعا عمليه الدعم الدواء الحكومه تتحمل. يعني انا من المعلومات شبه مؤكده بالنسبه لي ان دي يعني تتعارض مع رئيس البنك الدولي. تمام. عمليه الدعم او زياده الدعم لان دي معناها ان انت هتزود عجز الموازنه وبالتالي ده شيء مرفوض كليه من البنك الدولي. فاحنا بندور على حلول اخرى غير موضوع الدعم. احنا في النقاش حاليا مع طب اسمح لي يعني تشارك الناس ايه هي المقترحات اللي مقدماها غرفه الدواء للحكومه او غيره؟ احنا حاليا انا حاليا كنت انا في اجتماع مع الوزير حاليا. تمام. كنت في اجتماع عشان اكلم حضرتك واحنا النقاش مستمر ويعني اتعشى خلال الاسبوع ده نصل لحل ان شاء الله. يعني المقترحات سريه دكتور يعني ممكن يعني ممكن نقول يعني بعض المقترحات لو يعني مثلا احنا مغلين الدواء مثلا من خلال في خلال 4 أشهر كان في تعليه لسعر الدواء علشان موضوع التسعيره الجبريه. هل هيبقى في تغليه تانية لاسعار الدواء في اسعار دواء وصلت الناس فعلا مش قادره تتحملها؟ لا انا ما اقدرش اقول كده خالص. احنا بنناقش. تمام. وهدفنا توفير الدواء وبسعر الناس. طيب فكرة الدواء المماثل زي ما قال دكتور جورج فكرة ان احنا نوفر الادوية المماثلة ونقنع الناس بيها. الناس فعلا خلينا نكون صراحة هم يقولك الدواء المصري اصل الفعالية بتاعته اقل. ناس كتيرة ما بتاخدش دواء من التأمين الصحي مع ان هم ليهم تأمين صحي يقولك اصل الدواء بتاع التأمين الصحي خاشين فيه او مقللين نسبة المادة الفعالة والكلام ده. فين دور غرفة صناعة الدواء وزارة الصحة نقابة الصيادلة عشان توعي للناس ان الأدوية دي صالحة وان هي بنفس الكفاءة وغيره؟ الحقيقة انا مش محتاج اثبت للمواطن ان الأدوية دي صالحة او مفيش فرق لان استهلاك الدواء المصري بيشكل كعدد عبوات 90%. النهاردة 90% من المواطنين او من المرضى بيستخدم دواء مصري. لو الدواء المصري مجيش معاه نتيجة فعلا مكان نتحول كل المستورد.
مستورد كعدد عبوات بشكل 10% فقط. 10%. فقط. تمام. إذا أنا ما عنديش مشكلة أقنع المواطن، المواطن بياخد دواء المصري وبيتعالج والحمد لله. تمام. متوسط الأعمار بيزيد وبالتالي إن الأدوية فعالة. فدي قضية مش موجودة خالص، يعني كانت موجودة فترة من الفترات نوع من الإشاعات وليست واقع. الدواء المصري هو الدواء الأجنبي بنسبة 100%، ودي بالتجارب المثبتة، التجارب العلمية مثبتة. مثبتة تمام. مش كلام مطلق أو كلام مرسل. تمام. دكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، أنا بشكر حضرتك ونتمنى أن أنتم تتوصلوا لحلول فعالة مع وزير الصحة. أنا خرجنا حضرتك من الاجتماع زي ما قلت. أعود مرة جديدة للدكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة الصيادلة. دكتور جورج، يعني تحدثنا عن موضوع الدواء المصري، الدعم المصري، والدكتور أحمد قال لك يعني 90% من الأدوية اللي بتستهلك حسب يعني إحصائيات البيع هو دواء مصري، هي 10% اللي دواء مستورد، وزي ما قلت أكيد طبعا جزء من كبير من 10% ربما يكون 90% من 10% اللي فاضلة دي تكون الأدوية سايف ليفينج سيفينج لايف اللي انت قلت عليها. تمام. أولا أنا بحب أوضح بس أن الدكتور أحمد قال 10% عدد عبوات، لكن هي تمثل أكثر من 60% قيمة مالية. 60% قيمة مالية. 60% قيمة مالية. بمعنى ان 60% من الفلوس اللي بيتم تداولها في السوق المصري، في سوق الدواء، في سوق الدواء المصري 60% من الأدوية المستوردة. تمام. في فرق بين العبوة، وانا عندي عبوة مستوردة انا 13000 جنيه بتاع الفيروس سي، وعندي المسير المصري ب 500 جنيه. صحيح. يبقى حضرتك ال 26 عبوة مصري بتعادل عبوة واحدة مستوردة. تمام. الحاجة الثانية حضرتك، احنا كنقابة صيادلة مصر يعني تواصلنا مع رئاسة الجمهورية ومع مجلس الوزراء أكثر من مرة لوضع حلول، لأن احنا عارفين أن المشكلة دي قادمة. طب شاركنا في بعض الحلول يا دكتور. تمام يا دكتور. أولا مع كامل احترامي لوزارة الصحة، دائما يكون وزير الصحة طبيب، والطبيب ليس الخبير بالدواء. صحيح. تمام. مهما كان وزير الصحة متعاون أو يعني بيطور المنظومة الدوائية، لكن ذو الخبرة في المنظومة الدوائية هو لا يشارك في اتخاذ القرار. فعشان كده احنا طالبنا بهيئة الدواء المصرية، وأعتقد دي شيء مشروع، أو مجلس أعلى للدواء تقريبا. نعم. مجلس أعلى للدواء. مجلس أعلى للدواء أو تمام. هيئة الدواء المصرية. أو هيئة الدواء المصرية حاليا في لجنة الصحة في مجلس ده الدواء. توازي تقريبا الـ FDA الأمريكية. بالضبط. وده حضرتك موجود في كل الدول العربية، يعني تمام. عندك السعودية وعندك الإمارات وعندك الأردن وعندك الصومال، يعني تمام. موضوع مش جديد. تمام. الحاجة الثانية يا فندم، احنا مشكلتنا في المصانع الإنتاج المحلي، إن احنا في عندنا مصانع متوقفة. لا، ونستورد المواد الخام الخارج. تمام. وحضرتك مصر اللي انشات اول مصنع دواء في الوطن العربي وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط ما عندهاش مصنع مواد خام ليه؟ هيوفر لحضرتك العمله اللي انت بتستورد بيها. صحيح. صحيح. تمام. طبعا تطبيق الاسم العلمي او الاسم ده محتاج بقى اتفاقيات وغيره، مالناش دعوه بيه. ده طبعا هيحل مشكله كتير، لان انا عندي نواقص حقيقيه ونواقص كاذبه. تمام. النواقص الحقيقيه اللي احنا الحاجات اللي هي مش موجوده وملهاش بديل او ملهاش مثيل، لكن النواقص الكاذبة اللي هو المنتج التجاري اللي بيدور عليه المريض، لكن هو زيه 12 منتج تاني محلي بأسماء تجارية مختلفة، فده بنسميها نواقص كاذبة. تمام. ولما بيطلع القرار التقرير من وزارة الصحة وتقول لك في 1000 منتج ناقص مثلا، ده منتج ليس له بديل أو ليس له مثيل. تمام. تمام. توجد نواقص أخرى تجارية ناقص. الحاجة المهمة برضو حضرتك، اللي أنا لازم أراجع قانون تسعيرة الدواء. تمام. حضرتك قلت كلمة كويسة جدا، قلت احنا ليه ما بنصدرش دواء زي الاول، لان حضرتك انا عندي دلوقتي انا كمصنع محلي بنتج علبة دواء 18 جنيه. لما اجي اصدرها لاي دولة تاني بيقول لي هات لي السعر في دولة المنشأ او الدولة اللي انت بتصنع فيها. فهاجي اقول له انا عندي ب10 جنيه. يبقى انا هروح اصدر العلبة دي برا مصر بدولار، اقف عليا انا تخصني، لان فيها جمارك وفيها صحيح فيها ضرائب وفيها فيها. فلازم نعيد قانون التسعيرة. تمام. ومدام حضرتك انت عندك في مصر سلعتين فقط هم المصنعين جابي، الوقود والدواء. تمام. بس هو برضو فكرة معلش يا دكتور، يعني احنا برضو خلينا نتكلم، لان تحرير سعر الوقود هو ما تحررش كامل، وفي مشاكل في تعلية وغيره لكثير من المنتجات. الدواء تمام. برضو الدواء يعني فكرة ان هو في دعم او غيره، او ان هي بتتحمل التسعيرة الجبرية، ده نوع من انواع الدعم، يعني ما نكذبش على انفسنا، لكن فكرة تحريره هتأثر على حياة البشر.
تمام. اللي انت حضرتك قلته في الاول التمني شيء والواقع شيء اخر. تمام، ده اللي حضرتك تمام؟ قلته بالظبط. حضرتك انا عندي دلوقتي اتحرر، مش هنقول ارتفع سعر المواد البتروليه والدوله بتدعم، تمام، الدواء حضرتك سعر جدا. تمام دكتور، انا بشكرك، يعني اكيد طبعا الفكره وصلت، نتمنى يعني ان يكون في مشاركه منكم برضو مع غرفه الدواء مع وزاره الصحه، لان دي مشكله بتاثر على حياه البشر. انا بشكرك على مشاركتك وعلى كثير من المعلومات اللي انت اتحتها لنا. دكتور جورج عطله عضو مجلس نقابه الصيادله، وايضا بشكر دكتور احمد العزب رئيس غرفه صناعه الدواء. مشاهدينا الكرام، بما ان موضوعنا ومواضيعنا عموما تهتم بارائكم ولها صدى في الشارع، كاميرا همزة وصل تجول الشارع لتأخذ آرائكم، وهذه بعض الآراء. بالنسبة لنقص الأدوية في الصيدليات، دي مهمة الدولة ووزارة الصحة، وخاصة للأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والقلب والأمراض اللي هي خاصة بالأورام. إحنا كعاملين أو شعب إحنا مش بيدينا حاجة. حضرتك هو اللي دخل الأساسي وزارة الصحة، عشان أنا مثلا في قطرة بجيبها لعينيا ما بلاقيهاش، بدوخ عليها ما بلاقيهاش. في ده مثلا عشان مثلا الرجلية مثلا المتنزل بردك، بدوخ عليه ما بلاقيهوش بردك، وأتبع التأمين وأتبع أي صيدلية بر. فمفروض تدخل وزارة الصحة تشوف، يعني تشوف الناس يعني اللي ناقص وكده لينا وتوفرهن، ده علاج يعني. والله المفروض نستحمل شوية، والصيدلات ما تخزنش العلاج عشان الناس المريضة تاخد العلاج وكده في موعدها وكده. احنا ممكن نواجهها بحاجة معينة، احنا ممكن ناخد البديل بتاعها لو في بديل، لحد مثلا ما اذا كان في استيراد او حاجة، واقفين عملية استيراد او حاجة عشان الدولار. لكن احنا لو في بديل مصنع بديل او في شركات ادوية بتاعتنا بتصنع الحاجة المصرية، احنا ناخدها ونستفاد بيها، بحيث ان احنا بردك من يعني المريض ما يوقفش علاجه. اللي زود المشكلة هو زيادة سعر العملة، وبالتالي أصبحت الأدوية المستوردة فيها مشكلة. وأيضا مش بس الأدوية المستوردة، الأدوية الشركات المصرية اللي بتستورد المادة الخام أيضا غالي عليها سعر المادة الخام. خلينا نفكر إزاي ممكن مريض السكر يعني يتجاوز هذه الأزمة، إلى طبعا أن يحدث توفير لأدوية السكر وأدوية كل الأمراض بشكل كامل. طبعا احنا بنفكر معاكم وانتم بتفكروا معانا، وبنحاول نوصل صوتنا للمسؤولين، وبنحاول نوصل مقترحاتكم واصواتكم دائما في تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلكم معنا في هذا البرنامج اللي دائما ما يهتم بالمواضيع التي يعني تؤثر على حياة المواطن المصري وتكون هي محور نقاش في هذا البرنامج. أنتقل مرة جديدة لمواقع التواصل الاجتماعي مع زميلتي حنان عاطف ومجموعة جديدة من التعليقات. يعني أتوقع حنان أن سخونة النقاش في على التليفونات أكيد انتقلت أيضا أو موجودة عندك في مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح؟ نعم حسام، يعني مشاهدينا التعليقات ما زالت تنهال علينا حول سؤال حلقة اليوم. خلينا نتعرف على مشاركتكم معنا وأراءكم ومقترحاتكم. هبدأ مع أيمن الأنصاري، بيقول لنا مواجهة مشاكل نقص الدواء بالصيدليات من أهم أسبابها ارتفاع سعر صرف الدولار، مما أدى لانخفاض الحصص الموزعة من قبل شركات توزيع الأدوية على عدد من أنواع الأدوية، أغلبها هامة جدا لا يمكن للمريض الانتظار حتى يفتح باب الصرف. علينا أن احنا نوفر المادة الخام، وعدم التحكم من قبل الشركات الخاصة في توزيع حصص على الصيدليات بانتظارهم للصرف لينا، وكمان إقامة وبناء مصانع ضخمة بالتكنولوجيا الحديثة لتعمل على تغذية الصيدليات لتصنيع الدواء وإنتاجه بأفضل من المادة الفعالة المستوردة، وما ننتظرش من مؤسسة أو شركة أي نوع من الدواء أو كمية للأدوية المخصصة اللي بتوفرها لنا بالصيدليات. إن أقل حق من حقوق المواطنين هو توفير الأدوية ليهم، وبإذن الله تكون جميعها صناعة مصرية 100%. تحيا جمهورية مصر العربية والحمد لله رب العالمين.
معانا ايضا عبد الرحيم الامير، ليه وجهة نظر في موضوعنا وسؤال حلقتنا النهارده بيقول فيها: اولا تحياتي لاسره البرنامج الاكثر من رائع، تحياتي لك استاذ عبد الرحيم وشكرا لك. يمكن مواجهة نواقص الأدوية بحلول كتيرة، منها توفير العملة الصعبة لشركات الأدوية ورفع الجمارك عن المواد الخام المستوردة ومستلزمات الإنتاج، والأكثر من كده التسعير العادل للأدوية واللي هيسهم في ضخ أدوية توقف إنتاجها، وكان البديل هو الدواء المستورد الباهظ الثمن، فكان عبء أكثر على المريض محدود الدخل. فأرجو من المسؤولين إنشاء لجنة خاصة لتسعير الدواء تكون حيادية. نروح لعادل أبو شنب من جديد، ربما يستكمل وجهة نظره في سؤالنا النهاردة، بيقول: رغم كثرة الأسباب والعوامل المتشابكة اللي بتأثر على أزمة نقص الدواء في مصر، إلا أنه يمكن اقتراح بعض الحلول السريعة لاحتواء تلك الأزمات المتكررة ومنع حدوثها، بجانب وضع أسس لحلول جذرية وبعيدة المدى لتلك المشكلة. أول حاجة إنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة تكون مختصة بمتابعة توافر الأدوية بالسوق المصرية والعمل على منع حدوث أزمات نقص للأدوية قدر المستطاع، بجانب وضع آليات وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات. تاني حاجة تفعيل دور القانون على شركات الأدوية المنتجة والمستوردة لتوفير الدواء واللي هيتم منحها تراخيص إنتاجه أو استيراده، بحيث يتم تغريمها أو اتخاذ قرارات جزائية ضدها لو تعمدت أو قصرت في توفير أدويتها دون إبداء الأسباب والمبررات القصرية واللي اضطرتها لده. حافظ الله مصر، وتحياتي لأسرة البرنامج، تحياتنا لك أستاذ عادل أبو شنب. نروح لعويضة. عويضة بيقول لنا: في الحقيقة احنا عارفين تماما منذ حداثة طفولتنا وعلى مدار التاريخ بان الطب هو شريان الحياة في العالم وما ينفعش نستغنى عنه، ولو يمكننا التغلب في مواجهة نقص الأدوية في الصيدليات علينا ان احنا نطور مصانع البتروكيماويات المصرية وكمان ندعمها حتى لو كان على حساب الشعب بدخولهم بحصة استثمارية يستفيد منها الشعب، وكأنه بيضرب عصفورين بحجر واحد، منها تكملة النواقص العلاجية في السوق ومنها تعود عليهم بفوائد وأرباح. يعني مشاهدينا، دي كانت وجهات نظر ومشاركات من قبل حضراتكم. خلينا نروح من جديد لزميلي حسام نتعرف على بعض آراء المختصين. إليك من جديد حسام. بشكرك حنان، وبالطبع بشكر كل من شارك معنا بالتعليق، وما زال التعليق مستمر حتى بعد نهاية هذه الحلقة. نتمنى منكم دائما المشاركة في جميع موضوعاتنا التي تهمكم. مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية، ضيوفي فيها أستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، ودكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة. أبدأ بالأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء. أستاذي تحياتي. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أستاذ محمود، يعني بعض التعليقات بتتهم أو بتوجه بعض الاتهامات لمجموعة من الصيدليات أو المراكز التوزيع أن يكون هناك نوع من أنواع تخزين الدواء للضغط لرفع الأسعار من الدواء. أنتم تابعين هذا الموقف، ويعني من وجهة نظر مركزكم إيه هي الرؤية؟ تمام، اهلا بحضرتك السادة المشاهدين. خلينا اقول يعني الكلام بتاع حضرتك ده تنقصه الدقة في موضوع الصيدليات، وفي صيدليات في مصر بتحتفظ، الصيدليات الصغيرة اللي انا بعنيها او الصيدليات المتوسطة، تمام. ما في صيدليات في مصر بالشكل ده بتعتمد على فكرة تخزين الدواء، تمام كده. ده الصيدليات نفسها دلوقتي في مصر تشكو من ندرة من نقص الدواء، تمام. زائد ان الصيدليات دي يعني اقتصاديات صيدليه، يعني كل يوم لازم الصيدليه دي تكون بتحقق هامش من المبيعات، وبالتالي الربح يقدر وقتها الصيدلي يمول الصيدليه بتاعته ويحافظ عليها وفي نفس الوقت يحافظ على رزقه. لكن الشق الثاني من السؤال بقى، هل تكون شركات التوزيع او خلينا نضيف مخازن الادويه؟ تمام. هناك بعض مخازن الادويه، مصر فيها حوالي اكثر من 5000 مخزن، تعتمد على فكره تكديس البضاعه عندها ثم تعطيش السوق في انواع معينه او اصناف معينه ثم ضخها الى الاسواق السوداء. وطبعا كلنا شايفين مشكله المحاليل، تمام، دي مشكله ظاهره جدا جدا لينا، وبعض الاصناف الاخرى اللي بتعتمد عليها المخازن انها تستغل حاجه الناس ليها لتحقيق ارباح. حقيقي ظاهره المخازن في مصر تعظمت وتفشت،
واصبحت شيء اكبر من القانون. وخلينا اقول لحضرتك ده بيحصل، وللاسف الشديد وزاره الصحه لا تحرك ساكنا تجاه هذه الازمه. تمام. طيب ارجوك ابقى معي استاذ محمود، وانتقل لدكتور صبري الطويله لجنه صناعه الدواء بنقابه الصيادله. دكتور صبري تحياتي. أهلا بحضرتك دكتور صبري. يعني في المداخلات الأولى ومجموعة من تعليقات المواطنين، طبعا أنا سألت أستاذ أحمد على قصة التخزين وهو رد، وطبعا لو حضرتك عايز تعلق، بس فكرة بقى أن احنا عندنا صناعة دواء بتعتمد على 90 على مواد خام، 90% من المواد الخام مستوردة من الخارج، عندنا 10% من الأدوية المستوردة ليس لها بدائل أو مثيل مصري، وفي مشكلة في هذا مع وجود تعطل بعض المصانع وعدم إنتاجها بشكل كبير. صناعة الدواء في مصر أين هي وكيف ننقذها؟ طبعا أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتور. القضية مش ورد للصدفة، القضية موجودة أو المشكلة موجودة من زمان، بتتفاقم مع زيادة سعر الصرف للذرة في المرحلة الأخيرة. كل الأرقام اللي حضرتك قلتها فعلا منضبطة. حجم صناعة الدواء في مصر يوصل أكثر من 40 مليار جنيه مصري، مقارنة بالتصدير الذي لم يتجاوز قدره 500 مليون دولار. طبعا تصدير المصري للخارج 500 مليون للأسف. للأسف. المشكلة واضحة. بنعاني أزمات تمام. أسفر عنها نقص أصناف كثيرة جدا من الأدوية، سواء كانت الأدوية التي يتم استيرادها بشكلها النهائي أو المواد الخام. تمام. مشكلة المواد الخام أن لا نستطيع أن ننشئ مصانع بحجم كما قال بعض أستاذ المداخلات، أعمل شركات بتروكيميكال ما أقدرش أعمله لأنه مكلف جدا جدا جدا، ودي اقتصاديات مجموعة دول. تمام. لكن أنا بعمل حاجة اسمها الانترميديت برودكت، أنا باخد إذا كانت المادة الخام بتاخد لها مثلا حوالي 20 خطوة أو 25 خطوة، أنا باخد 10 مثلا وبكمل أنا العشرة التانيين. وكان بالفعل موجود في قطاع الأعمال في شركة النصر للأدوية أكثر من 15 منتج، ولكنهم من المنتجات أو أشكال دوائية قديمة يعني ما هيش من نيو فاشون يعني. طب من احد المشاكل اللي طرحها احد المشاركين فكره التسعير الجبري للدواء، ده دكتور احمد العزبي قال ان دي اصلا مشكله اساسيه. التسعير الجبري للدواء طبعا هو نوع من انواع الدعم يعني المقنن او الدعم غير الواضح اكيد يعني، لكن برضو بيأثر على حياه المواطن، لان في ادويه اسعارها بقت رهيبه جدا، والادويه المزمنه ما عادش المواطن قادر يصرف عليها. فكرة الدعم أو فكرة التسعير الجبري، بلاش نقول دعم. نعم. السلعة الوحيدة الموجودة في مصر هي مسطرة جبرية حتى تاريخه، وإن الدولة بتحاول تدعم بعض الأصناف زي الأنسولين حاليا اللي احنا طبعا بنعاني دلوقتي منه، لمجرد إن احنا متخوفين زيادة سعر الصرف. بدأ هناك نوع من أنواع الخطة الاستراتيجية للحفاظ على الأنسولين المصرية 4 مليون فايل. بنحاول الشركة المصرية ان هي بتعيد تنظيم صرفه للحفاظ عليه لاكبر وقت. خلينا اقول الحلول يعني. يا ريت سريعا بعد اذنك يا دكتور. خلينا نتكلم في الحلول سريعا. انا ارى ان 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 دعم الدولة لقطاع الصناعة ما يكونش بشكل مادي قد ما هو يكون بشكل عيني، بمعنى ان الشركة المصرية او شركة القبضة متمثلة في شركة الجمهورية للأدوية هي اللي نموض بها استيراد المواد الخام بشكل بلقات كميات كبيره. تمام. يتم توظيفها او كتب شيت كامل لسه بالاصناف، فبالتالي هتجيب بلقات كميات كبيره فهتقل السعر عن السعر الاول. تمام. رقم 2 ان الشركه المصريه لتجاره الادويه يبقى مربوط بها استيراد المواد اللي بيتم اللي هي المواد المستورده او الادويه المستورده يكون عن طريق الشركه المصريه لتجاره الادويه. رقم 3 ان إعادة ترتيب آليات التسعير والتسجيل، لان فعلا ما زلنا احنا دلوقتي على كلام حضرتك من وزارة الصحة حاليا، واحنا دلوقتي بنعيد صياغة بعض القوانين منها آليات التسعير وآليات التسجيل. طيب دكتور بنعم او لا، هل انت مع انشاء مجلس اعلى للدواء؟ نحن
نطالب وهو حلم الحياة أن يكون تمام. وإحنا الحمد لله انتهينا منه من هي أنا بشكرك يا دكتور. وصلت الإجابة وصلت الإجابة. أنا بشكرك على غرار الـ FDA الـ FDA. شكرا بشكرك دكتور صبر الطويلة لجنة صناعة الدواء بنخبط الصيادلة. ومرة جديدة وأخيرة الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء. دكتور أحمد تعليق سريع وفكرة يعني التسعيرة الجبرية للدواء وحق المواطن أيضا. دكتور أحمد أستاذ أحمد فؤاد يبدو أن الاتصال أستاذ محمود نعم يبدو أن الاتصال انقطع بالأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء. بشكرك أيضا على مشاركتك. ومشاهدينا الكرام قبل أن أغادركم دعوني أطلع على مجموعة جديدة من تعليقاتكم مع زميلتي حنان عاطف. تفضلي حنان. نعم حسام، يعني خلينا نبدأ مباشرة مع حضراتكم من محمد العريشي بيقول لنا عن طريق فيسبوك: الحقيقة أن جميع الأزمات في مصر أزمات مفتعلة، وده راجع لقلة الضمير من بعض أبنائها واللي بيلهسوا وراء الأموال ونسيوا أن الوطن والشعب لازم يكون في قلبهم قبل ما يبصوا للمال، خاصة وأن الدواء لن تتوقف عليه حياة الإنسان أو بتتوقف عليه حياة الإنسان بالفعل، لا يجب أن يكون ضمن صراع الجشع والمكاسب. عموما على الدولة توفير المواد الخام لتصنيع الأدوية وبعد كده يتشرع قانون بأقصى عقوبة ممكنة لمن يتلاعب بالدواء. بعد كده لازم نركز على نقطة الرقابة الشديدة. وشكرا أشكرك أستاذ محمد. نروح لمصطفى بيبرس بيقول: وصف العلاج المتاح في الصيدليات وفي سوق الأدوية وإتاحة مساحة لبدائل الأدوية الآمنة واللي هتعطي نفس نتيجة الشفاء. الشيخ خالد بيقول: باختصار أي صيدلي أو أي صيدلية بتحط السعر اللي عايزاه، لا يوجد رقابة من الصحة وكمان مفيش رقابة من الدولة. يعني مشاهدينا دي كانت باقة ثالثة من مشاركاتكم وتعليقاتكم. أعود من جديد وأنوه أن كل هذه التعليقات على مسؤولية من أرسلوها إلينا وليس لأسرة برنامج همزة وصل أي دخل في هذه المشاركات والتعليقات. اسمحوا لي أن أعود من جديد لزميلي حسام للمتابعة والختام. إليك. بشكرك حنان وبالطبع بشكر كل من شارك معنا. كما قالت حنان هذه التعليقات هي تعليقات لأشخاص على مسؤوليتهم الشخصية، ونحن نحاول أن نكون وسيط لتوصيل هذه المعلومات وهذه التعليقات في مشاركتكم في مواضعنا. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة، وقبل أن نغادر هذا هو سؤال حلقة الغد من همزة وصل: كيف يمكن التوسع في مشروعات النقل الجماعي؟ أحد الموضوعات الجديدة التي تهم المواطن، أحد هذه الموضوعات نتمنى منكم المشاركة دائما معنا والتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل EG. وإلى اللقاء.